صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 15 لسنة 2021 بتعيينات في مكتب رئيس مجلس الوزراء. جاء فيه يعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كل من الشيخ فهد بن عبد الرحمن الخليفة مديرا عاما للسياسات والتنسيق، السيد حمد يعقوب المحميد وكيلا للبحوث والمشاريع، السيدة مريم عدنان الأنصاري وكيلا مساعدا للمشاريع، السيدة سارة أحمد بوحجي وكيلا مساعدا للإعلام والتواصل، السيدة منيرة أحمد فخري وكيلا مساعدا للموارد والخدمات، السيد زياد عادل درويش وكيلا مساعدا لتطوير الأداء الحكومي، السيدة آمنة علي العريض وكيلا مساعدا للبحوث والدراسات.